هذا كله حمد احنا ما نبي بس الوقت ياخذنا في يعني رغم هالصعوبات اللي واجهتها وهالامور شوي الضغوطات اللي واجهتها ايضا تم خفة دمك وخفة طيدك وقطعتك اللي ما تيوز منها في تغريداتك. انا يمكن وايد متابعة تغريداتك صح. يعني ما شاء الله انت قلت ان الشعر اللي طلع لك براسك هذا من رضا الوالدين انت تقصد شيء ثاني وهذا تغريدة لك منو كنت تقصد؟ ناس ما يقول كنت تقصد البلوجر السعودية بدور الإبراهيم؟ لا انا بالي عبد الله ابو النزارة ولا مو قال حق الناس لا بلا يدرون الناس لا النزارة لا ليش منو بدور ابراهيم تقصدني انا لا لا عبالي الحين قالت اللي قالت ان جمالي يعني او جمال بشرتي بنرضى الوالدين لا لا كلش كذا هي قطه من لا والله هي قطه متداوله في تويتر ان كل ما يصير شيء فمثلا ضعفت هي مسويه تكميم تقول من رضا الوالدين فكذي قاعد يصير الموضوع اوكي انت ما تقصد احد معين لا هو يوز من سوالفك والله العظيم يوز من سوالفك انا عندي والله اسئله وايد لكن ما ادري ايش اقول لك زين انا بروح حق ما حد لا وراك خلنا نسولف اي هذا هو اسمع